كل يوم تغل سكيت بارك اسوسياسيون كيما ديما. المهم اليوم بلينا واحد العشرين هنا نمشيو نشوفوه جا ضيف عندنا السكيت بارك. السلام عليكم. بخير بخير. انت زنيت ياك؟ اه حبابيك اخويا عندنا. كيف جاك السكيت بارك ديال تغازوت؟ زوين ياك؟ مزيان عجبك؟ شحال دوزتينا؟ نهار الاول. كيف جاك الفايب؟ كيف دايرين الناس هنا؟ زوين الحمد لله. ياك كلشي مزيان؟ كلشي بخير الحمد لله. عامر شويه. تيزنيت انت فاش كاين؟ اييه عندكم الدراري ديال السكيت في تيزنيت؟ كاينيت واحد من هنا نيت تغازوت تسجل لنا. اييه وشحال واحد تما في تيزنيت الدراري ديال تيزنيت؟ تقريبا جوج يلاه تقريبا ياك. اش دير تيزنيت مدينه صغيره داكشي علاش؟ مزيان مرحبا بك عندنا خويا. وهاد السكيت اش مارك التريكس هادي؟ خديتها عندك نيت. عند تمار سكيت شوب. كيف جات؟ زوينه. شحال دابا خديتيها؟ شحال ديال الوقت؟ شهر 12. شهر 12 شهر 13 شهر 14 شهر 15 شهر 6 6 شهور. هادي راه دي بيتون ماشي شي واحد عاوتاني. شحال برو كيما قلنا لكم راه تلقى تريكس والروي تما تريكس. المهم دي بيتون شي واحد يلاه باغي يبدا كدير تقريبا شحال باش خديتيها؟ 100 100 درهم اللي كيديرو هاد تريكس دي بيتون. شي واحد يلاه باغي يبدا شي واحد باغي يبدا بروفيسيون. بعد راه كاينه واحد السكيت بحال دابا هادي اللي عندنا دومي ها هي باش نكونوا فاهمين. هادي دابا اللي عند لاندومي فيها تركات انديبندنت فيها الروايد والجواز فيها بلانشا حتى هي تقريبا ديال 500 درهم. راه ديك البلانشا لاندومي ديك البلانشا شوفوها. المهم كطيح هادي تقريبا ديال لاندومي ب 1500 درهم. المهم راكم عارفين الفرق بين 800 و 1500 كاين بزاف ديال الفرق. ولا التركات اللي عندك ديال الفرق تاع انديبندنت جوالز 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 راه مزيانه. المهم تروكات تقريبا بوحدهم راه تروكات بجوج راه كيديروا 700 درهم والرواد كيديروا 500 درهم بربعه والرولمون تقريبا شي 200 درهم قول واحد 1500 1700 درهم. شحال دوزو عندك دوك التروكات؟ انا كنقصر ماشي انت ديما ياك. المهم عرفتي اش دير؟ نعطيوك تجرب هادي. نعطيوك تجرب هادي جربها وشوف الفرق. اش دايره؟ شوف اش كاين الفرق ولا ما. انت عارفك دابا مبتدئ ماشي مشكل. عندك انت دي بيتون. اه دابا انت انت لاندوما تجرب هادي. ها هي دي بيتون تريكس الكريف تقاد قلت لك انت. المهم دي بيتون تقدر دير بها شي حركات بحال هكذا ولكن ما غاديش ترتاح بحال انديبندنت. اول حاجه الكريف ما ياك سدلو ياه راه حيت تروكات الكريب ما عمرك حطو في الشتا. انت علاش مع هادو دي بيتون شو واحد يلاه باغي يبدا العام الاول مزيانه ليه هادي ولكن الا باغي بروغريسي ودير شي حاجه بروفيسيونيل ياخذ شي حاجه بحال هكا. التروكات انديبندنت مسينين رواد وجواز رولمات مزيانين بلونش مزيانه الكريب تاعو مزيان ويطلع في راسو بلا ما الا باغي يطلع في راسو راه دغيا بروغريسي. هادي دوز بها عام داك الماتيريال نقي ما عندك انت غادي تفكر تعلم مزيان ما عندك عندك الماتيريال عيان ما عندك انت تبقى في داك النيفو يقدر ما كتخسرش ديما وما تبقى بحال هكا يقدر كاع يمشيو لك الحلوكه ديال بزاف الحمد لله. المهم بلا باغي يرتاح يخلص شويه ويتهنى فهمتي كي جاتك دابا. لا عرفتي علاش لقيتيها انت مع محتاجها انت للبارك هو كيقصر وقيلا ستريت داكشي علاش ولكن جربها كاع دابا تلقتي لها شويه. هادي دي بيتون صعيب ياك انت تجرب هادي دابا انديبندنت. يلا سير اش كاين فرق كبير ياك؟ فاش كاين الفرق؟ الكريب كذا كريب جديد شويه ياك هذاك راه عندك تحفه جرب دابا شي تريك شي لعيبه كاين الفرق ولا ما كاينش الفرق؟ فاش كاين الفرق؟ الكريب واش؟ الفرق بزاف ياك قدرت
بورد مزيانه، التروكات مزيانين، الويلز حتى هما غريب نقي. الغريب راه عندي قديم وباقي شاد، شتي خصهم خص ديما البورد ما تقيسهاش حتى الروايه حتى هما 11 رول ممكن تصداو كيتكونسا وما كيخص ديما لا غريس، وراك عارف هادشي ما كيدارش ليه لا غريس. شوف بصح كيف جاك الفرق؟ لا كاين كاين الفرق ياك سخف الغريب بزاف حتى تخرج ليك. هي داكشي واعر. جيت عندي الكونتينر سولتيني على الوراق ديال لاسوسياسيون ياك. أيه. شنو قلت لك؟ قلت لي تمشي تكاليزيهم وكان واحد 100 درهم طالع من خيرات. قلت لي الا بغيتي تجيبها الا بغيتي تجيبها مرحبا بك، ما عندكش اخويا مرحبا بك. أيه. وإذا جاب الله نخرت معاه في لاسوسياسيون راه عندك بحال هذا الماتيريال مع غالي شويه هنا بحال هذا الماتيريال نقي تقريبا في تلوكات مزيانه الرواد مزيانين. وقت ما جيتي راه كتستعمل داك الماتيريال ديالنا مرحبا بك. واي واحد باغي يجي تقياد ولا شي حاجه راه مرحبا بك، راه كاين الماتيريال تما، كاين كلشي البروتيجات لاندومي الا محتاجين شي نهار حتى هو يعلمكم ماشي مشكل. المهم مرحبا بك اخويا فيديو راه لوحو الا كان هاني هاني لاحظوكم مرحبا بك مرحبا بك عندنا. غادي يدوز معنا ان شاء الله نهار الصيف، قال لي راه باغي يتقيد في الاسوسياسيون. وكما قلت لكم راه اللي جا لاكادير لهاد لا ريجيون ديال تاغازوت راه كيجيبها واحد الورقه كيعمرها وكيقاليزيها في كاسميتو ديال لي بارون وصافي. المهم 100 درهم ديال لاسيرونس بغيتي تخلصها ما عندكش ما ماشي مشكل، حنا نخلصوها عليك. والماتيريال راه كيبقى لك، كتاخذ الماتيريال من لاسوسياسيون الا ما عندكش الا ما في حالكش ولا ما عندكش ولا شي حاجه. راه اللي جا لاسوسياسيون مرحبا به، راه من نهار بدينا هذا هو البرانسيب سكيت بارك ديال الشعب، ماتيريال غالي وكاين اللي ما عندوش احسن العوان، ولكن وقت ما جيتو لاسوسياسيون ما تحشم ما والو، جي قول الماتيريال بينا نقصرو بعض السكيت وهادي. ومرحبا بك دوز حتى تيسال عليك الله وتشري شي حاجه بروفيسيونيل. يلا الدراري تهلاو، كنتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو، ديروا سبسكرايب وابوني وداكشي ديال لايك كومنت جيم داكشي كامل. وحتى ما بغاش يدير سبسكرايب هانيه مرحبا. الله يعاون.